ميلا من التوقيع على تجديد عقده مع النادي. تفاؤل الجمهور كبير لكن لا توقيع على العقد حتى الآن. المزيد من التفاصيل في تقرير مراسلنا حسين ياسين من ميلانو. حسم أمر التجديد بالنسبة لدوناروما، هكذا يقول الجميع هنا. الاتفاق قد تم بين النادي واللاعب، التفاصيل حفظها جمهور ميلان. 6 ملايين يورو سنوياً لخمس سنوات، 1 مليون يورو لشقيقه حارساً ثالثاً، وبند جزائي ب50 مليوناً إن لم يتأهل الفريق إلى دور الأبطال، و100 في حال التأهل. الإحساس أن التوقيع يجب أن يتم قريباً. أعتقد بصراحة أنه لم يكن ليذهب في العطلة لو لم يكن مرتاحاً هكذا لوضعه. أتوقع أنه سيتم حسم الأمر قبل نهاية الأسبوع. لكن مهلاً، صحيح أن المنطق يقود إلى نتيجة التجديد، لكن وجود رايولا وصمته إلى الآن ربما يخفي شيئاً ما. كان يوجد تسريب مبكر للأخبار منذ أيام عبر وسائل الإعلام عندما بدأ أن كل شيء قد حسم، بينما نهاية القصة لم تكن. ننتظر إجابة يمكن أن تكون جيدة أو لا، ننتظرها خلال وقت قصير. واضح من كلام فاسوني أن ميلان واثق جدا من عرضه ومن موقف دوناروما، لكن واضح أيضا أن التوقيع لم يتم وأن ميلان في عجلة من أمره لحصول ذلك. موسم ميلان يبدأ رسميا اليوم. رغبة الجميع هنا برؤية دوناروما في مقدمة اللاعبين، لكن السؤال هو هل فعلا أن أمور التجديد قد حسمت أم ننتظر المفاجآت في اللحظات الأخيرة؟ من أمامك زميلا في ميلانو حسين ياسين، بي إن سبورتس.